صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الفرح، صباح يوم جديد وسعيد على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم أميرة الجمال. وحشتوني جدا 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 من الأسابيع اللي فاتت، أسفة جدا إن أنا اتأخرت عليكم. ما ينفعش رمضان يخلص والعيد على الأبواب من غير ما نظهر معاكم. والله لسه بدري يا شهر الصيام. رمضان عدى بسرعة، الأوقات الحلوة كلها بتعدي سريعا ما حسيناش بيه. العيد على الأبواب، وزي ما احنا جايبين لبس العيد لازم نعيد ببشرة مشرقة. النهاردة الحلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت. زي ما كل مرة بيبقى معايا ضيف وبيبقى معايا دكتور وبيبقى معايا خبير تجميل، المرة دي القعدة قعدة من الحب، يعني قعدة حب بكل حب. صاحبتي وحبيبتي هي جايه النهارده، مش معايا ضيفه، هي جايه تقدم معايا، يشرفني ان هي تقدم معايا النهارده حلقه من حلقات اميره الجمال. علشان كل الاميرات ده مطلب جماهيري، احنا من قبل رمضان متفقين على الحلقه، بس انا معذره سافرت عمره ورجعت فتاخرت عليكم. كنا مرتبين للحلقه، احنا خطفناها كده من اجواء العيد، بتجهز للعيد، فخطفناها وقلنا لها عشان كل الاميرات وكل الجميلات اللي بيتابعونا في كل مكان عايزين يعرفوا نعمل ايه عشان نبقى مشرقين ومنورين وبشره نضره وجديده، وزي ما احنا بنقول بيبي سكين كده قبل العيد. فما لقيناش افضل من حبيبتي خبيره التجميل سحر محمد، منوراني ومنوره شاشه قناه الصحه والجمال ومنوره برنامج اميره الجمال. نورتيني. ده نورك يا دكتوره. حبيبه قلبي، اهلا كل بك. خطوه على راسي، ناس منتظراكي. هي معروفه جدا على الفيسبوك، بلوجر كبيره جدا، عندها جروب بيوتي تيلز اند تريبس، تمام؟ يمكن في ستات بيوت كتير متابعينا دلوقتي، وفي بنات كتير متابعينا متابعين الجروب. هي صاحبه اشهر مقوله اللي هو ايه؟ العمر مجرد رقم، يعني احنا ما بنكبرش، لا احنا بنوصل لل 20 ونرجع تاني لل 18. انا 18 دلوقتي على فكره. انا يعني احنا طول ما انتوا ماشيين بنصايح سحر محمد فانتوا مش بتكبروا، لا انتوا بترجعوا بالسن تاني. قولي لي صباح الخير. فاجئيهم وقولي لهم، ممكن نقول سننا على الشاشة؟ لا انا ما بتكسفش، انا 50 سنة. 50 سنة، انتوا شايفين كل الاميرات وكل الجميلات اللي بيتابعوني في كل مكان 50 سنة. يعني انا مش هتكلم، قولي لي ازاي وصلنا لكده. خليني اقول مبدئيا ان انا علشان اوصل للحاله اللي انا فيها دي، للكيس الحلوه دي اللي كلنا معجبين بيها، كان لازم امشي على قواعد معينه. اول حاجه ان انا امشي على روتين اساسي طول حياتي ما اسيبوش ابدا او ما استغناش عنه ابدا، اللي هو ابدا ما انزلش من غير واقي شمس. الشمس مش بس معنيه بالتصبغات، لا كمان معنيه بخطوط وعلامات تقدم السن. بصي انا مش هقطع كلامك، انا هقول معلومه صغيره. اتفضلي. كل البنات اللي بتروح الكلينك مفكره ان هي الدكتور ده ساحر بيعمل الجلسه، انت بتطلعي منوره. هي انا خدت بس من كلامك نقطه، ان الموضوع يا جماعه موضوع سايكل، هو استمراريه. سايكل استمراريه بالزبط. موضوع الجمال او التجميل ده استمراريه عشان تفضلي مشرقه ومحافظه على قوامك وشكلك وان انت ما تكبريش وما تعجزيش. الموضوع سايكل ومنظومه كبيره. كملي لي بقى، قولي لي انا ليه بدات بالواقي الشمس او الصن بلوك، علشان هو فعلا مهم جدا، بنات كتير بتستهون بيه وبتنزل متخيله ان هي لما هتنزل هتقعد شويه في الشمس وخلاص والموضوع يعني هيعدي، لكن هو بالعكس، مره على مره على مره بتعملي تصبغات، طبقات متصبغه على طبقات متصبغه، بتوصلي بعد كده انك انت بشره غير موحده، مسام، خطوط، حتى لو خطوط رفيعه. بتزود سمكه الجلد، الشمس بتعجز وبتزود سمكه الجلد. لا مش الشمس هي اللي بتزود سمكه الجلد، هي الشمس كتير مره على مره على مره بتزود التصبغات، وفي نفس الوقت انا هكلمكم بالبلدي بتمتص الهايلورونيك او الكولاجين في البشره. انا عايزه كده، احنا مش عايزين نتكلم اي حاجه انجليش، احنا قعده حب زي ما قلت لهم، قعده حب. انا بحب اتكلم بطريقه طبيعيه عشان الكل يفهمني. انا عايزه ستات البيوت اللي واقفه دلوقتي بتجهز نفسها للعيد او بتجهز الفطار وهي واقفه
تبقى معانا وتبقى تكون معانا بالكلام اللي احنا بنقوله. يلا كملي. بالظبط، هو زي ما بقول دايما، انا دايما اكد على اهميه الواقي الشمس او الصن بلوك ده دايما، حتى يعني اقول للبنات اللي حواليا خليه اهم من اكلك وشربك، ده كده واحد اتنين تجميل عشان تحافظي على نفسك من علامات تقدم السن، وفي نفس الوقت التصبغات او عدم توحد اللون. في بنات هنا دايما تشتكي ان المنطقه دي اغمق من بقيه بشرتها. ليه هي اغمق من بقيه بشرتها؟ علشان هي دايما يعني متخيله او مستهونه بالنزول من غير واقي الشمس. وبرده وقت الشيفنج او اي وسيله ازاله شعر بتلتهب التهاب يعني على طول من غير ما افكر غمقان. نفس القصه الشمس، لما انت بتتعرضي للشمس يعني سخونيه، فبيحصل ان وشك بيلتهب، فلما بيلتهب على طول دايركت يعني خديها كده قاعده، التهاب اللي هو الحمار يعقبه على طول يعني غمقان او تصبغات بقى على حسب انت واصله لانهي مرحله. فواحد اتنين تجميل وتحافظي على نفسك وتحافظي على شبابك وتحافظي على بشرتك هو الشمس، يعني قصدي اسفه واقي الشمس. ده كده بدايه. طيب دلوقتي مثلا في ناس بتعاني برضو من مشاكل تانية، انا بشوف بنات صغيره في العشرينات وعندها خطوط وعندها يعني شكلها باين ان هي كبيره في السن، وبتسيب نفسها وتقول لك لا انا عايزه افضل على طبيعتي. خلينا اقول لكم ان في برضو الحاجات اللي مخلياني يعني محافظه على نفسي. احنا كل ما بنكبر كل ما بيهاجمنا علامات تقدم السن، انت بتفقدي الكولاجين وقصاده بيحصل تهدل، فقد للدهون والهيالورونيك والكولاجين، فبيحصل تهدل. فانا علشان احافظ على اني ما اخليش الجلد بتاعي رقيق بالتالي يحصل تهدل، لا انا عايزه احافظ على سماكته او اخليه يعني يفضل متماسك اكبر قدر ممكن، هو ان انا دايما اغذي بشرتي دايما بالهيالورونيك. ده سر في حاجتين، في جلسات السكين بوستر والديرما بين. انا مش بقول كل البنات تعمل كده، انا بقول للبنات الصغيره اولا تحافظ. طب البنات اللي ما حافظتش ووصلت لمرحله يعني مش لطيفه، عدت ال 30 وبدا الكولاجين والاستي يقل في البشره، لا بقى هنا محتاجين محافظ خارجي. بالظبط كده، احنا لازم نساعد بقى، لان انت غصب عنك انت علامات تقدم السن دي من عند ربنا، يعني حتى لو انت مش مهمله انت كده كده بتكبري. يعني انا شكلي مثلا في وانا عندي 16 سنه مش زي شكلي وانا عندي مثلا 25 سنه، مش زي شكلي وانا عندي مثلا 30 او ال 40 او كده، يعني في مراحل. فانت المراحل دي بتعدي على فقد دايما كولاجين وهايلرونيك وسوائل وفيتامين وحاجات كتير، فانا لازم اعوض اللي يقع من هنا احاول ادخله تاني من هنا. بنات تقول انا بتكلم على قناعتي بقى، لو في صور مع الاعداد يقول لنا نوريهم فرق الاهتمام. يا ريت يا ريت. بنات تقول دايما انا اجيب سكين كير، انا احط كريمات، انا احط، خليني متفقه معاكم ان اي سكين كير عموما الكريمات دي كلها بتشتغل بشكل سطحي، انا عمري ما هعتمد عليها ان هي دي هتبقى الحاجه الاساسيه او اعتمادي عليها. السكين كير مهم، بس ايه هو يعني مهم لاي مدى؟ مهم ان هو بس اخره يرطب لي البشره، مجرد ترطيب وترطيب يعني في الطبقة الخارجية، لكن أنا كمان محتاجة أعوض من جوه طبقات من جوه عشان أوصل للطبقات الداخلية، محتاجة أدخل بسن أو بحقن، يا إما ديرمابان يا إما السكين بوستر. دي جلسات التريند في العيادات. يعني دي يعني يا سحر، احنا دلوقتي لو عايزين نقول ان العيد على الابواب، احنا العيد بعد بكره، اخر سحور النهارده يا جماعه، اخر سحور النهارده، رمضان عدى بسرعه. بصي احنا طالعين من رمضان ما بنشربش ميه، فبشرتنا جافه جدا وبهتانه، يعني معظم البنات بتشتكي من كده، حتى البنات اللي كانت مثلا كانت عامله مثلا يعني عامله جلسه حلوه ووشها حلو وكانت وشها نضاره قبل رمضان، هي دلوقتي وطالعه من رمضان متبهدله وشها متبهدل. خلينا نقول ان نقص الميه كمان ما هو بيزود الفاين لاينز وبيزود الرينكلز، بيعمل تجاعيد مبكره. الميه مهمه جدا، بيطلعوا ناس يقولوا لا ده يعني بيتريقوا،
تقول لك لا رياضه وميه، انا ما بعملش حاجه، ما بعملش فيلر وما بعملش مش عارفه ايه، انا بلعب رياضه وبشرب ميه كل كتير. الممثلين بيقولوا كده، لا كل سيري جمالك ايه، انا بشرب ميه كتير. لو حتى بتحقني فيلر، ما هو الفيلر مش هيدوم الا بالميه، هو بيجذب الميه، الميه لازم يعني حمض تتجمع الهيلورونيك. حواليه علشان تحافظي حتى على الفيلر يعني. لا هي الميه مهمه جدا، مهمه جدا جدا الميه جدا. حياه، بالظبط بتروي كل بالظبط. حاجه. وده السبب اللي مخلينا، علشان احنا في مرحله صيام، وقعدنا صيام يعني داخلين على شهر صيام، فطبعا يعني حصل زي شبه جفاف للبشره من قله الشرب، فبالتالي باين علينا ان احنا حصل لنا الـ الشحوب او الجفاف او البهتان اللي في بشرتنا. طب ده هنعالجه انا ده ازاي؟ حصل معايا حاليا والله فعلا، لما سافرت ورجعت مع اختلاف درجة الحرارة حسيت ان انا خدت تان من الشمس، وحسيت ان فعلا بشرتي واقعة، وانا عايزة اروح سكين بوست. يعني احنا نقول اسرع جلسة قبل العيد ممكن نعمل السكين بوستر سكين بوست. بالامانه، دي بالامانه يعني. هتعمل ايه للبشرة طيب؟ عشان اول كل البنات مش فاهمة اصلا يعني ايه كلمة سكين بوست. السكين بوستر، خليني بس اقول لكم، انا واحده ضد الفيلر يعني. انا مش هقول لكم انا ما عملتش فيلر، لا كنت بعمل فيلر. كان اخر مره ليا عملت فيلر كان من 4 سنين. انت سحبتي اوريدي الفيلر خلاص، خلاص انا ما دخلناش لاني جربت مساوئه وجربت مشاكله، وبرده كان بيبقى شكلي كبير ويروح، ويعني يروح مفعول الفيلر وارجع تاني برده شكلي كبير. انا ما عالجتش، لا انا عايزه حاجه اعالج. بدات اتجه للسكين بوستر، وهي دي اللي ظبطت معايا. السكين بوستر عباره عن ايه، او هي عالجتني في ايه، او هي ايه اللي خلتني اتحولت. السكين بوستر عباره عن مواد، من اهمها الهايلورونيك. الهايلورونيك يعني بشكل او بجزيئات صغيره، مش عايزه ادخل في تفاصيل عشان في بنات كتير ممكن ما تفهمش القصه دي. هو بس هم بيسحب، عايزين يعرفوا بتعمل ايه، بيجمع جزيئات الميه الميه في المكان اللي بتتحقن بالظبط فيه. حواليه، فبيديكي اهم حاجه رطوبه. بشره جافه يعني خطوط، بشره مترطبه يعني نضاره، حيويه ونضاره بشره وشفراء. حيه بالظبط، بشره حلوه يعني شكلها كده زي نضاره كده زي ما جلوي، بنقول. البشره الجلاسي اللي احنا كلنا البشره الزجاجيه اللي بنحلم بيها. ايوه شايفين الاهتمام بيوصلنا ان احنا فعلا مهما السن بيعدي احنا مش حاسين بيه، احنا دايما شباب ودايما صغيرين. وده هدف برنامج اميره الجمال، ان كل ست بيت من موقعنا احنا نساعدها انها توصل لكده. طيب دي جلسات السكين بوستر، ايه تاني ممكن يحفز، او جلسه نضاره تتعمل قبل العيد بقد ايه مثلا؟ يعني دي السكين بوستر ممكن تعملها وتروح مناسبه. بالظبط، طب ممكن السكين لو بوستر اسبوع مثلا، قبلها باسبوع درمابان. درمابان، ما هو انا خلينا بس ايه، نتكلم بقى على صراحه كده ومن الاخر. هتتجهي للكريمات والسيرامات، انت بتشتغلي بشكل سطحي، مستحيل هتعالجي، مش لا هتدخلي هتعالجي طبقات الجلد اللي جوه. بالظبط، مش هتخترقي طبقات الجلد. اللي يعني في ناس بقى بتعمل دعايه وشركات، ده الكريم ده بيدخل والكولاجين وبيعالج وبيشد والفيتامين وبيعمل سي كل ده، كلام دعايه ما تعتمديش عليه. هو اخره يشتغل على سطح البشره، لكن انا عايزه ادخل لطبقات الجلد يعني الجو اللي هي الداخليه، علشان تبتدي لو في خطوط تشد، لو في مسام تبتدي يعني تترفع، تتملي وتترفع وتتشد وتشد الجلد كده. فعلا يبقى مشدود. في مثلا هالات يعني عايزه اقول لك برده، ما فيش كريمات هتعالج هالات. الهالات طبعا زي ما احنا عارفين نوعين، في هالات وراثيه ودي ملهاش علاج لان هي في الجينات عندك، وفي هالات بتتحسن عرضية. لكن ما بتروحش، بسبب سهر، قلة نوم، ستريس، توتر، ضغط، ضغط نفسية، نقص يعني حديد، الكلام ده. فالهالات بالذات هتحطي كريمات ومتخيلة انك انت يعني هتتعالجي، لا انت محتاجة توقفي سبب المشكلة اللي هو السهر والستريس والقصص اللي احنا قلنا عليها، بلس تبتدي بقى تدخلي جلسات معاها علشان تبتدي تفتح الجلد اللي هو متصبغ من تحت في المنطقه دي، بالتالي يعني يرجع لونك الطبيعي. لكن بالنسبه للهالات الوراثيه هي مش هينفع معاها غير سكين بوستر قولا واحدا ومن الاول ومن الاخر. دي الهالات الوراثيه لان دي حاجه في جيناتك، فانت محتاجه تحقنيها يعني. دايما. اتكلمنا دلوقتي عن نضاره البشره، ازاي نعمل جلسه سريعه تخلي بشرتنا لو واقعه او فيها او مش نضره او شحبه بنقول عليها بيل كده، نعمل سكين بوستر ونلحق نفسنا قبل العيد.
طيب لو عندنا وقت قبل العيد شويه ممكن نعمل ديرما بين وتدينا افكت حلو قوي بالهيالورونيك الديرما بين اسيد. اكيد 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 بتديكي سحر سحر يعني ايا حرفيا كان جلسه سحر. مشاكلك، ايا كان مشاكل بشرتك، الديرما بين بتديكي شكل يعني هتتغير، هتحسي بتحسن، هتحسي بتحسن. عايزه بقى تبتدي علاج وعلاج سريع لمشاكل بشره زي التصبغات، يعني انا في حين كل بنات شهر عندهم سكين بوستر. سكين بوستر، بالذات اللي هم البنات اللي سنهم، يعني خلينا اقسمكم، في بنات حتى صغيره في السن بس مشاكلها كتيره في بشرتها، في تصبغات واضحه، في خطوط واضحه، سكين بوستر. بنات تانية عدت يعني وصلت لعلامات تقدم السن بسبب السن، خلاص هي كبرت فما فيش قدامها حلول فعلا بالامانه غير السكين بوستر، طبعا مع شرب ميه، مع رياضه، خلينا برضو نتفق رياضه مهمه جدا جدا جدا، جدا جدا. رياضه مع ميه، مع اكل صحي، مع انا بغض النظر قله عن ان الرياضه اللي هي سهر. بتعمل ريشيبنج او بتدي شيب حلو قوي للجسم، هي فعلا بتطلع الطاقه السلبيه، هي بالظبط، فعلا بتطلع النيجاتيف وكمان انرجي. صحه، صح، يعني تديكي صحه. هاتي واحده عندها مثلا 25 سنه ما انت بتلعبش رياضه، وواحده عندها مثلا 50 سنه ما عندهاش 50 على فكره، بتغشنا، ما عندهاش 50، لا مش انا عندي مصدقين. 50. ما فيش، انت بتكبري نفسك، ما فيش لا الكلام هي ده. دي الصراحه والكل بصوا، عارف. انا هي دلوقتي هتتضايق مني، انا هم كل اللي قاعدين في البيت دول، في ناس منهم انا زي ما قلت لكم هي مش ضيفه، هي صاحبتي، واحنا قاعدين قعده حب، بدل ما احنا قاعدينها عندها في البيت او عندي، احنا قاعدينها معاكم في وسط الناس كلها. بصوا، في ناس مش مقدرتها ان هي تعمل جلسات سكين بوستر سحر، خلينا متفقين على كده. في ناس مع الغلا ومع الحاجات، احنا مش قادرين نكوب الاسعار اللي عماله تغلى كل يوم، ومفيش في امكانها برضو ان هي تعمل ديرما بين. طب انتم هتعيدوا كده؟ لا طبعا، لا طبعا، هنعمل جلسه تنظيف في البيت سريعه، تقدري تعمليها باقل التكاليف وتوصلي الريزلت الى حد ما مرضيه، بس مش تبقى جلسه علاجيه زي ما بنتكلم، هتبقى جلسه مؤقته، اللي هو ايه، زي ما احنا جايبين لبس العيد كده نعيد ببشره جديده. تمام. طيب انا هستسمحك هقول لهم بقى حبه ماسكات طبيعيه كده لانهم عايزين يسمعوا وانا ضد بعد الماسكات اذنك. براحتك، بس انا ضد الماسكات. بصوا يا بنات، دلوقتي اي ست بيت عايزه تعمل جلسه، احنا النهارده مثلا قبل الوقفه بيوم، بكره ان شاء الله الوقفه، ممكن نعمل الجلسه دي يوم الوقفه وتبقى سريعه، وهقول لكم عليها بسرعه وهنكمل حديثنا تاني عشان ما تروحوش في اي مكان تاني. بصوا، هنغسل وشنا بغسول، هنعمل تنظيف سريع في البيت لو احنا مش قادرين، او انت مشغوله في تنظيف البيت فمش هتقدري تروحي كلينك. هننظف وشنا بغسول مناسب لنوع البشره، وده موضوع هنتكلم عليه بعدين، مش عايزين ندخل في تفاصيله. الغسول المناسب اللي بشرتك بتبقى مرتاحه معاه، تمام، حسب كل نوع بشره. بعد كده لو في البشره فيها بثور او رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء او فيها دهون بس ما فيهاش بورز والبشره مش حساسه، ممكن نعمل حبه بخار بوصات كده، تمام. لا، عشان بس نعمل اكستراكشن للبثور لو عايزين نطلعها، لانها مش بتعرف تطلعها بالابره كويس، تمام. فهتسهل شويه خروج احنا ضد البخار كلنا، لو البشره سنسيتيف او فيها مسام بتعمل واسعه التهابات. بيعمل التهابات، بس هي تبعد شويه عن البخار، ما تقربلوش، تمام. انا هقول لكم على بديل بقى للبخار، ماسك سريع ممكن نعمله لو احنا مش حابين البشره سنسيتيف او حساسه ومش هتقدر تقرب للبخار. اكتبي بقى ورايا بسرعه، لان احنا قايلين اصلا الحلقه هيبقى فيها ماسكات طبيعيه عشان العيد. هيبقى 3 معالق صمغ عربي في كوبايه ميه، كوبايه العاديه، 3 معالق لبان ذكر في كوبايه برضو زيها، هنسيبهم 12 ساعه، يعني هننقعهم النهارده 12 ساعه، وهنقربهم على النار، وان انا بقى بفهم في التركيبات فهعمل لهم ماسك حلو، فهنقربهم على النار لحد ما يبقى متجانس، القوام بتاعهم متجانس. بعد 3 دقائق هنحط معلقه قهوه، برضو هنسيبها 3 دقائق لحد ما القوام يبقى متجانس، تمام. انا ممكن انزل لكم في الكومنتات بتاعت الحلقه الماسكات دي تاني عشان تبقى ثابته معاكم للناس اللي ما لحقتش تشوف الحلقه وهتشوفها على اليوتيوب، تمام. هنعمل بيها ماسك على النوز، تمام. هتشيل كل البلاك، هنسيبه من 5 ل10 دقايق ونشده، هيشيل كل البلاك والوايت هيدز للناس اللي هي مش حابه تشتغل ببخور. البلاك والوايت هيدز اللي هي الدكتوره قصدها، علشان لو في بنات الرؤوس، انا بحب عشان انا بحب البنات تقولي تبقى بقول فاهمه، كلمه بالعربي، لان في في ناس ناس ما كتير بتبقاش واخده احنا بالها. واصلين لستات البيوت، احنا ما بنتكلمش اطباء بالظبط، ولا دي بنتكلم الرؤوس دكاتره، السوداء والرؤوس والرؤوس البيضاء، البيضاء. والدهون اللي موجوده دي هتشيلها تماما، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنرطب البشره، او هنعمل ماسك يرطب البشره ويعمل تفتيح،
بعد ما عملنا شلنا الروس السوداء والروس البيضاء، لان هدف جلسه التنظيف اصلا اللي هو الابره. بس وارد ان في بنات ما تقدرش تشتغل بالابره فتسبب علامات او تجرح نفسها، لان لها طريقه معينه لازم تروح لحد متخصص عشان يعمل اكستراكشن او يشيل الوايت والبلاك هيدز دول. فانا قلت ماسك نعمله في البيت، ولو عملناه كل شهر هنحافظ على المنطقه دي تبقى جلوي كده وما فيهاش اي، لان الموضوع ده صعب جدا، بيبقى شكله صعب. انا بيستفزني موضوع البشرات الدهنيه اللي بتطلع رؤوس سوداء. ما هو هنا البشرات، ما انا النقطه دي عايزه اتكلم عنها. انت خلاص روحتي وعملتي تنظيف بشره وشيلتي الرؤوس السوداء، طب احافظ بقى عليها، المفروض ما ارجعش تاني، ما اهملش الروتين بقى. الروتين بقى هنا يجي بقى. يجي هنا دور الروتين. الروتين اللي هو الايه؟ اللي هينشف الدهون، غسول مناسب للبشره الدهنيه وغسول مباشر في ماده الصلصلك. دايما الغسول بتاع البشرات الدهنيه يكون في ماده الصلصلك، لانها بتعمل على بتدوب الدهون. الصلصلك اصلا بيدوب في الدهون فيسحب الدهون دي، فما تجمعش تاني الدهون، بالتالي بتنشفها بالظبط. يعني بتنظم افراز الدهون بالظبط. طيب طب لو بشره جافه بقى يبقى فيها ماده ترطيب اكتر. هو المفروض ان البشرات الجافه يعني عموما ما بيبقاش فيها البلاك هيدز خالص، ما بيبقاش يعني فيها. انا بقول لو روتين بقى نمشي عليه. لو روتين البشره الجافه هو اساسي الترطيب. البشره الجافه ابعدي خالص، تجنبي تماما ان البشره تبقى جافه. البشره جافه الجافه قلنا يعني تصبغ. البشره الجافه معناها عدم توحد لون، وفي نفس الوقت والاهم الخطوط، خطوط رفيعه. انا لازم ارطب باستمرار. الترطيب بقى مرطب مناسب يعني لامكانياتك. انا لو كده ممكن اقول انواع، بس انا مش عايزه اعمل. لا انا فاضل قدامي دقيقتين، فاقول لهم الماسك التاني اللي هيعملوه قبل العيد عشان تبقى البشره بقى منوره كده، وهتدي تفتيح حلو قوي لمده ايام، مش تفتيح دايم. طيب هناخد نص معلقه ترمس مطحون مع نص معلقه نشا مع نص معلقه زبادي مع نص معلقه ميه ورد. ودايما انا بحب ميه الورد نعملها، طبعا مش مقتنع بالماسكات دي بس احنا هنعملها علشان العيد. هنقلب الماسك يبقى قوامه متجانس، هنحطه من 10 لربع ساعه. تمام، احنا قاعدين في البيت وفي المطبخ وبنعمل اي حاجه وحاطين الماسك على وشنا ونبدا نغسله. بعد ما نغسله هنرطب، هنرطب ثم نرطب، الترطيب ثم الترطيب. حتى لو البشره دهنيه محتاجه ترطيب، بعد الترطيب هنحط سيرم وبعد كده نرطب. اعتذر بس البشره الدهنيه محتاجه ترطيب مناسب للبشره الدهنيه، يعني ما ينفعش اجيب قوامه جل عشان يبقى امتصاصه سريع. يعني ما ينفعش اجيب مرطب مثلا للبشره الجافه واحطه للبشره الدهنيه. يعني مثلا في حاجات كتيره جدا في الصيدليات بتبقى منها كريم ومنها جل او لوشن، فتبقي عارفه ان المرطب الكريم هو ده للبشرات الجافه او المختلطه المايله للجافه. طيب لكن الجل انا أو قدامي دقيقه، انا قدامي دقيقه، احنا محتاجين معاكي حلقات وحلقات نقعد نرغي فيها ان شاء الله. بعد العيد نطلع حلقه ثانيه. انا بس مش عايزاهم يفتكروا ان انا يعني انا بوجههم للحقن. اديني روشته في 30 ثانيه بالظبط، مش معانا غير 30 ثانيه. كل سنه وانتم طيبين ويتعاد عليكم بالف خير. قولي لي بسرعه البنات اللي بيشوفونا ازاي احافظ على الجمال ده سريعا في ثلاث نقط. فاول حاجه اهم حاجه الروتين بتاعك اللي هو مكون من ثلاث حاجات اساسيه، الغسول والمرطب والصن بلوك. واياكي حذرك تنزلي الصن بلوك ده تعتبريه يعني اهم حاجه في حياتك، هو المتنفس بتاعك. تاني حاجه بالامانه شرب ميه كتير مع رياضه طبعا، وده اساسي. تالت حاجه بقى لو تقدري طبعا دخلي مع الحاجات دي حاجات بقى زي سكين موستر زي ديرما بين، ده لو عايزه تحافظي. لكن هتعتمدي على الروتين فقط اللي هو كريمات وسيرامات، لا هتاخدي ترطيب وانت برضو بتكبري. بس انا بشكرك جدا، نورتيني وشرفتيني ونورتي اميره الجمال، وان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى اكتر من لقاء، عشان كل البنات عايزه تستفاد منك وعايزه توصل. انها انا بالنسبه لي هي الرول موديل بتاعتي سحر محمد. تمام، كل سنه وانتم طيبين، يتعاد عليكم بالف خير يا رب، بالصحه والسلامه والستر، ودايما جميلات ومتالقات، ودايما السن مجرد رقم. اشوفكم على خير.